سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير. وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم، فيديو جديد ونهار جديد كيف العاده. لقيت فينا البنات البارح، كنت في لابيسين، دوزت واحد النهار اللي كان زوين صراحه مع صاحبتي كنزة، ودوزنا نهار زوين صراحه. صافي، فاش دخلت ندوش في العشيه، سالينا النهار ديالنا صافي، كندوش وداكشي، وبابا يصوني لي قال لي يا يسرى فين راك، اجي للدار. صافي انا كندوش، غادي نلبس حوايجي، غادي نهبط للدار. بابا ما قدرش يصبر، حيت ما بغاش يقولها لي في التليفون، ولكن قال لي اجي للدار. صافي انا بقيت تعطلت شويه، من بعد ولا صوني ليا وقال لي عرفتي شنو وقع؟ قلت له شنو؟ انا كنت وقع اصلا اي حاجه، صافي ولا كيجيني كلشي عادي. قال لي جاو عندنا البوليس، قال لي راه جاو عندنا البوليس وبقاو كيديروا داك التحقيقات وداك داكشي هذاك، وقال لي بلي حتى انتيا داخله في القضيه، وطلبوك حتى انتيا باش تكوني معاهم، يعني طلبوني حتى انا باش نمشي للكوميساريه. هادشي كان البارح. صافي انا جاتني عادي، ما تخلعت ما شي حاجه، ما حيت شكون اللي غيتخلع؟ هذاك اللي داير، اما ما ديرش ما تخافيش، ما دايرهش شي حاجه. هذيك السيده وهذيك الانسانه دار داكشي اللي محق اي واحد يديرو، محقي انا نجي نديك، واخا ما درتي لي والو نقول درتي ودرتي، ولكن هادشي في المخزن وهادشي هذا ماشي مكلخين، راهم عارفين شنو كاين. اون فوا كتجلسي حداهم وكتبداي تهضري، كيعرفوك واش كتكذبي ولا ما كتكذبيش، راه ماشي مكلخين، ما غاديش تستحمريهم. دونك فوالا هادشي اللي كاين. صافي انا قررت انني غادي نمشي مثلا كوميسارية ولا شي حاجه هكا، ولا محكمه، غادي نقول غير الصراحه. انا وبابا قررنا نقولوا غير الصراحه، ما نزيدو ما نقصو، وراه صراحه نتوما عارفينها، يعني ديك الانسانه شنو بيناتنا؟ تلاقينا عطات البابا 3000 درهم بالضبط دعم، هذاك راه دعم، راه تمشي عند قناه اخرى بحال بابا يطلب لك اكثر، وحنا ما طلبناها لهاش، هي جات راسها فهمات راسها وعطاتها له بلا ما طلبها منها با، بلا ما قال لها حتى شي حاجه. انا الا عطاتني شي حاجه بغيت ربي يخرجها فيا، درهم ما خليتهاش من عندها، والحمد لله ملي ما خديت من عندها حتى شي حاجه، يعني المهم ما خديت من عندها حتى حاجه. كون كان خديت من عندها ما غاديش نخاف من شي واحد، غادي نقولها دابا، يعني تقولوا لا راني خبيت ولا ما نخاف من حتى واحد، غادي نقولها عادي. صافي خدم عندها داك 3000 درهم، من بعد جلسنا كنصوروا فيديوهات وهادي، ما تفهمناش، راه صورنا معاك اكثر من 5 الفيديوهات ما تفهمناش، وماشي ما تفهمناش، صافي بقات العلاقه كتقلال كتقلال، كتنقص كتنقص، نتلاقاو نديرو هادي نخرجوا، صافي بقات العلاقه كتنقص. سالينا في مره حتى ما بقيتوش كتلاقاي انت وبابا، ما بقيناش كنتلاقاو، وليتي غير انت وماما عادي. من بعد خرجوا مشاكل انا وماما، بيني وبين ماما، جات هي كتدخل في الوسط، كتدخل وكذا كتعاير، اختي انت سوقك، شي اللي كيدخل ما بين الضفر والحمى غير الوسخ، هي انت والله ماشي سوقك، ما هدرتش معاك، ما اديتكش، ما جبتكش كاع على فمي، جيتي انت دايره فيها معلمه وكتعاير، ودايره فيها ما عرفتش شكون انت، بس كتعاير نورمالمون، انا اللي خصني نديها، حيت هي اللي عايرتني، هي اللي هدتني في السلامه الجسديه ديالي، هي اللي هدت بزاف في الحوايج، جالسه كتهضر بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف. كومم انا واخا كنهضر عليها ما كنهضرش بداك لا فاصون اللي كتهضر هي، الحمد لله. وراه قال لك واحد المثل، سماهم على وجوههم، بين فيا شكون انا، وبين فيا انا كيفاش دايره، وبين فيها هي كيفاش دايره، فهمتوا؟ هي باينه، شتي انسان كيشوفها بنات الزنقه، نقولوها بهذا المصطلح، بنات الزنقه باينين، وبنات الدار باينين، هي اون فوا كتشوفي فيها كتعرفيها، شنو كتسوى. لا مجال للمقارنه بيني وبينها، بلا ما نهضر على خوتها، بلا ما نهضر على بزاف د الحوايج،
يعني شوفوا داك اللوجينا وداك الشيء ما غاديش نجبدها، ما غاديش نجبدها، محس بيني وبينها غير الخير. ما اديتهاش وما ادتنيش، ادتني بهضرتها وداك التخربيق، ولكن ما غنديهاش فيها. الله يحسن العوان، بنادم كيبغي يطلع قناته نعذرها ماشي مشكل عادي، حيت ماشي غير هي اللي قالت ولا ماشي مشكل. انا اللي بقى فيا من هادي اللي ما درنا لها والو قاصه كدعي، ولكن هانيه راه فتا اللي غتستافدي كما قال لك با، غادي تربحي تاخدي حقك الثلث في الخموس، محيت ما غتستافدي والو. واش قاتلينك؟ واش دخلنا الدار وسرقناك؟ واش نصبين عليك؟ واش عندك شي ورقه كتثبت هادشي؟ هذا تقولي لي نصبنا عليك، واش عندك شي ورقه كتثبت هادشي؟ انت عطيتيني فلوس بخاطرك، فلوس بخاطرك تيفو، كتقول لك نهايتهم على يدي، نهايتهم على يدي. علاش انت اللي جبتينا لهاد الارض، ولا انت اللي خلقتينا؟ استغفر الله العظيم. اي حاجه بالقدره الالهيه، بغانا الله غنزيدو لك قدام نزيدو، بغانا الله غادي نطيحو غنطيحو، ماشي بيدك انت ولا بيد شي واحد اخر، اي حاجه بيد الله عز وجل، فهمتي؟ الا طحنا راه بيد الله، الا طلعنا راه بيد الله. حنا شكون كان كيتوقع؟ انا بعدا ما كنتش كنتخيلها حتى في دماغي اننا شي نهار غادي يكون على يوتيوب وغادي نكونوا الناس كيعرفونا وهادشي كامل، ما كنتش كنتخيلها. حتى فجاه كتلقاي راسك دخلتي لهاد العالم، شويه بشويه كتلقاي راسك دخلتي لهاد العالم وصعيب باش تخرجي. واصلا ما باغاش نخرج، ما نخرجش مع العالم. الناس كيحاولوا يطيحوك باش تخرجي باش تملي، ولكن ما غنملوش. كون كانت الشخصيه ديالنا ضعيفه وكنملو دغيا وكنكرهو دغيا، من شحال هادي نخرجوا وانا الاولى. ولكن كتاثري، ما غاديش ننكرو، كتاثري كتكرهي كتملي، ولكن كنغيب واحد الفتره ديال 3 ايام 4 ايام ما كنتعداهاش، كندير هوب وكنتجاوز داك المرحله. كتجيني واحد المرحله ديال الاكتئاب، كيجيني واحد المرحله ديال الحزن، ولكن كنتجاوزها، ما كنبقاش فيها طول حياتي، ولا كنحاول نخسر فيها قناتي، ولا نحاول نخسر فيها داكشي كامل اللي بنيت 3 سنين هادي وانا دايره قناتي. ما غاديش تجي وحده يلاه جات البارح وتخرجني من قناتي، ولا نخرج من اليوتيوب بخاطري وبقناتي، امبوسيبل. نغيب يومين 3 ايام غادي نولي نوض بقوه، غناخذ استراحه، نسد ليا في البيت نكتئب ونولي نوض بقوه. لاش غادي نخسر انايا كلشي اللي بنيتو على قبل وحده كتهضر وهضره خاويه، وهضره خاويه. المشكله كوني كانت كتقول داكشي اللي كاين فيك، غير درك خاطرك، ويلي فرشاتني، ويلي ما درتك خاوية، لا انت ولا داك الشيخة. صافي هادشي اللي كاين، وما غتصوري منا والو، فهمتي؟ ما تصوري منا والو. بقوة القضية ديالنا اللي ماشي مهمة، مشينا للكوميسارية، السيد اللي مكلف بالقضية ديالنا كان في الكوميسارية وشافنا، وبقى واحد الخمسة دقايق وجا شي حد ومشى معاه. لو كانت القضيه ديالنا مهمه غير يشوفنا دخلوا، حيت ما كانت عنده والو، داك الخمسة دقائق كان يجلس في البيو، غير يشوفنا دخلوا. وكانت شي حاجه مهمه، قلت لي ماشي مهمه، صافي شاف واحد اخر خرج معاه عادي، وانت ها انت تما يا ناشر رجليك وصافي، تمشينا بحالنا وعادي. قال لك صافي فاش يكون هنا غنعيط لكم، شي راه غير تخربيق. ودرتي واحد الحاجه اللي يمكن اي واحد يديرها، اللي مشيتي دعيتي، من حقي انا كمواطنه نوض نمشي ندعيك، من حق الاخر يجي يدعيك، من حق الاخر يجي يدعيك، من حق الاخر يجي يدعيك، من حق اي واحد يمشي يدعيك. ولكن فين بقات؟ بقات في داك الشيء. علاش دعاك؟ واش داك الشيء منطقي ولا لا؟ محيت هاد القيل والقال، منا جالسين في الروض، هادشي راه كيديروه غير صحاب الرود. استاذ ضربني، استاذ قال لي، استاذ شاف فيا، استاذ هادشي، هادو هما اللي كيديروه، حيت هادشي غير تبرهيش.
لان مثلا قلت فيك شي حاجه ما غضركش، غضرك نفسيا كذلك كيف ما قلتي فيا انت شي حاجه، وانت كضري بعدا نفسيا، عندك شي نفس، عندك شي قلب، ما انت في شكل، والله انت في شكل صراحه، كتجيني انت واحد الانسان اللي دون مساواه بهذا المعنى هذا، وهادشي اللي كاين وما غتاثريش فيا، وعمري غنخرج من هاد اليوتيوب، عمري غنخرج من هاد اليوتيوب، انا عاد باديه، انا كنعتبر راسي عاد بديت، وفعلا عاد بديت 3 سنين قبل، وانا خدامه وكنتحمل داكشي، وكنتحمل الانتقاد، وكنتحمل السبان، ونتحمل الهضره، ما استفدت منها والو، ولكن من دابا الفوق عاد بديت وغنستافد. غادي نبقى نطلع على امك الدولار بهذا المعنى هذا، الا سيري تكمشي، سيري تكمشي، وخدي داك السناره مخازين، وسيري حيدي داك الفلتر، باي.